وحب الأوفياء ألقى به كل الصفا ألقى به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء وأعيش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا الكرام، يقول الشاعر: فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، إذا لم تخش عقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مرحبا بكم. مرحبا، أهلا وسهلا. بارك الله فيك. ما آخر السفريات؟ نعم، آخر سفري وآخر جهودكم في مجال الدعوة. ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. المهم نحن في هذه الدنيا مسافرون، كلنا على سفر، وعندما تحل محطة كل إنسان ينزل منها، حتى قال الحسن البصري عندما رأى أناسا يبكون على رجل قد مات، قال: ما هذا؟ قال: رجل يعني مات يبكون عليه. قال: مسافرون يبكون على مسافر قد وصل. فكلنا في حالة سفر، سفر إما قصير أو طويل، فما زلنا في حالة السفر القصير إلى أن يأتي السفر الطويل، لعله أن يكون سفر خير في القصير والطويل إن شاء الله. أطال الله في عمرك وبارك لك فيه إن شاء الله. ولكن قصدت في مجال الدعوة الإسلامية، لم أقصد السفر الطويل. الله يرضى عليك ويبارك فيك. الله يبارك فيك. والله نحن نسافر في هذا ديننا معك ونبحر معا، وأجد بفضل الله سبحانه وتعالى صدى عجيبا للبرنامج، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك الإخلاص يا رب، لأن صداه عند الناس يسعدني شخصيا وأرى أن له ثمرة. فإن حلقة الظلم تركت عند الناس عجبا، فبدأ الكثير منهم يراجع نفسه، ربما يكون ظالما في وقفات مع النفس، لأن الإنسان له معالم في الحياة. وهذه المحاضرات وتلك الدروس وهذا البرنامج يعني من ضمنها، لعلها تكون معالم للناس، يعني يستعيد الإنسان حساباته فيسافرون معنا نحو الله، ففروا إلى الله. بارك الله فيك. نعم، الله المستعان. فضيلة الشيخ، قدمنا الحلقة بأبيات شعر تتحدث عن الحياء. نعم. فما رأيك أن يكون الحياء موضوع البحث في هذه الحلقة؟ هذا موضوع جميل، وهذا موضوع يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وأنت والمشاهدون والمشاهدات من أهل هذا الخلق، هذا خلق كريم. الحياء لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. تخيل أن كل إسلام، كل دين له خلق. نعم. إذا قلنا ما خلق الإسلام؟ هو الحياء، لكن الناس تفهم الحياء على غير معناه الحقيقي. على بركة الله، نبحر ونشرع في الحياة. أبحر في الحياة. إذن مشاهدينا الكرام، استنادا إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. الحياء موضوعنا في هذه الحلقة من هذا ديننا. نواصل بعد هذا الفاصل، كون معنا. مشاهدينا الكرام، ورحبوا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. وبداية القول: ما هو الحياء؟ أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني كما يقول أهل العلم، هو الترقي عن المساوئ مخافة الذنب. نشرح. جميل. الترقي عن المساوئ. نعم. عن المساوئ، عن الذنوب وصغائر الأمور والأشياء التي تستقبح خوف أن يذم. يعني مش اللي وشه يحمر أو يكسر. لا لا، الحياة هذه درجة من درجة، يعني هذا لا يعني هذا ما قر عند الناس. الحياة من الله عز وجل، وضحه النبي صلى الله عليه وسلم توضيحا بينا في حديثه الذي رواه الترمذي وصححه الحاكم، قال: استحوا من الله حق الحياة. هذا يوضح لنا ما معنى الحياة حقيقة. قال: والله إننا لنستحي يا رسول الله. تخيل الصحابة، الحياء موجود عندهم. نعم. يعني عن ترى العبس وهو عربي قح ما سمع عن الإسلام وكان قبله، ولو أغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي مأواها. نعم. هذا حياء العربي، لكن الحياء يبدو في الشريعة غير ذلك، أكبر من هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاكم، يعني ليس هذا الحياء، ليس هذا المفهوم، ليس هذا. قالوا: إننا نستحي. يعني هو ما قالوا كيف نستحي، لكن هو عنده مع يعني معيار الحياء، معيار الحياء يختلف. فقال: ليس ذاكم،
إنما الحياء حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى وأن تؤثر ما يبقى على ما يفنى ذاكم حق الحياء. مرة ثانية. الحياء ليس خجلا وانكسارا باحمرار وجه عندما يصنع الإنسان شيئا أو كان موجود وخفر العذارة. يعني حياء عندما تحمر وجه البنت عندما كان يأتيها عريس هذا في السابق. ف يعني بس نحقق جميل تلكم الإشارة. لا لأن هذا ديننا يجب أن نكون فيه صادقين. لم يعد هذا موجودا الآن. إلا عند من رحم ربي. وقليل ما هم. يعني نسأل الله أن يكونوا كثر إن شاء الله. يا رب. أن يكثر يا رب. يا رب. إنما الحياء حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى. يعني لا تنظر عيناي إلى ما حرم الله ولا يتكلم لساني بما يغضب الله ولا تسمع أذناي ما لا يحبه الله ولا أشم ما لا يحق لي. يعني هذا حياء. قسم طيب وعطور بيت المال في مجلس عمر بن عبد العزيز. نعم. فوضع يده على أنفه فسدها وصار يتنفس طوال الوزن من فيه. قال يا أمير ماذا تصنع؟ قال وهل يستفاد منه إلا برائحته؟ أتريدون أن تطعمون نارا في أجوافنا يوم القيامة؟ يا الله. هذا الحياة. الله. هذا لذلك أن 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 المعاصي هي التي تذهب الحياة. الحياة الحقيقي الذي يتكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرأس وما وعى والبطن وما حوى. الطعام والشراب. الطعام والشراب. من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أم أبى. ليس الحرام. شبهة. الشبهة. يعني من أكل الشبهة 40 لماذا؟ يعني كنت تسير كتب السير تقول ونحن نقرأ فيها. كنت تسير في شوارع المدينة ليلا. فتسمع لبيوت الصحابة أزيزا كأزيز النحل. من أي شيء؟ من قيام الليل. نعم. لماذا؟ لأنهم أناس أطاعوا رب العباد عز وجل فطوع لهم الوقت فصار يعمل بالنهار ويكدح وينام قليلا فيكفيه القليل. يا سلام. قال لو قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. صحيح. فلما ينام قليلا يبارك له في هذا الوقت. يعني لما لعب الأطفال في الكوفة يلعبوا في الشارع فمر أبو حنيفة كان عنده كان له من العمر 30 عاما كان في هذا الوقت يقوم نصف الليل فقال أحد الأطفال أو أحد الغلمان هذا الرجل يقوم الليل كله فعاد أبو حنيفة إلى بيته باكيا أشش في البكاء أم وزوجه ما لك أبو حنيفة قال نافق أبو حنيفة يظن الناس أنه يقوم الليل كله وأنا لا أقوم إلا نصف الليل ألا تستحي يا أبا حنيفة من رب العباد فعاش بعدها 40 عاما 40 سنة إلى أن مات عنده 70 سنة سبحان الله يصلي الفجر بوضوء العشاء يا الله لكي ينطبق ظاهرك بطن هذا من أهل الحياء لماذا؟ لأن أبا حنيفة يمسكه رجل مرة في الشارع ليستفتيه في فتية فبعد أن سأل السائل سؤاله وقفوا في ظل الجدار فأخذ أبو حنيفة يد الرجل وانتقل للجانب الآخر من الشارع لما؟ فتسأل الرجل يعني ما الذي نقل؟ قال هذا ظل جدار رجل أقرضته مالا فإن وقفت في ظله فربما استحللت بذلك شيئا من الربا الله من جر عليه قرضه نفعا فهو ربا يعني أنا أعطي القرض لوجه الله أستفيد من ظله بهذا المنطق عاش أبو حنيفة ورعا فبورك له في وقته فعاش 40 سنة متواصل يصلي الفجر هذا من ضمن من ثمرة الحياء إنما الحياء خير كله لا. الحياء هو الدين لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يعظ أخاه في الحياء قال دعه لما رأى رجل ماذا؟ يعظ أخاه في الحياء أحد يقول يا أخي استحي قال لا 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 تحدث أو لا تكلم لا إنما الحياء من الإيمان يعني إيه؟ لو كان عنده إيمان يكون عنده حياء ليه الناس تستثقل الفضولي لأنه لا ليس عنده حياء يسألك بكم هذه البدلة وأين ذهبت وبكم اشتريت السيارة ولماذا بعتها ولماذا طلقت زوجتك ولماذا صنعت كذا ولماذا أدخلت ابنك المدرسة الفلانية ولماذا بنتك ذهبت إلى الجامعة الفلانية إلى أين أنت تسافر؟ دردشة على قمة حياء
يعني يقول أعلم أخباره حتى أفيده. لا لا, لا هذا من الفضول الذي إيه الذي يدخل الإنسان في اللغو من القول ويتنافى مع الحياة, ويتنافى مع الحياة, لأن ربما لا أريد أن أعطيك معلومة, ربما أعطيك وأنت تحرجني ربما في هذه الأسئلة. فهذا ليس أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى. الموت والبلى, والبلى الانتهاء, أن تنتهي في هذا الفناء, وأن تؤثر ما يبقى على ما يفنى. هذا هو حق الحياة. هو الدين, هو الدين, هو الحياة. أن تستحمل ما هو. الله عز وجل يقول في حديث القدسي: إن بيني وبين عبدي أمر عجيب. بينه وبين عبد أمر عجيب. لا. يدعوني فأستحي أن أرد يديه إليه خائبتين, ويعصيني فلا يستحي مني. سبحان الله, سبحان الله. القادر يستحي من عبده أن ترفع يديه كإليه ويرد خائبا, والعبد يعصي الله ولا يستحي. يعني الله يستحي من عباده. الله يستحي من عباده, سبحان الله العظيم. الله يستحي من عباده. أن يستحي من ذي الشيبة الذي شاب في الإسلام أن يعذبه في النار. ذلك من حنان الله ومن رحمته. ماذا يقول؟ لا. وإني أكره مساءة العبد, يعني في قبض روح وهو يكره الموت, ولكن لما كتبوا عليه, يعني كأن الله عز وجل يعني يكره مساءة العبد, ولا له أن كتبوا عليه ما يمس العبد الموت لأنه لا يريد أن يؤذي عبده. انظر إلى هذه الرحمة مرة ثانية. هذه يعني الله سبحانه وتعالى. لا. العبد يكره الموت, صحيح, والله لا يحب مساءته, لا يحب أن يسيء إلى العبد لولا أنه كتبه عليه. يا الله. بس لو كان هذا العبد خالصا لله وأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه, فلقاء الله, يعني دائما لما نمتحن الناس يقول له: أنت تحب أن تدخل الجنة؟ يقول لك: طبعا. يعني عندك تشوق؟ يعني طيب, يعني أدعو الله أن يعني يأتي إليك ملك الموت الآن. ما هو الوسيلة لدخول الجنة؟ إيه؟ الموت. الحاجز بينك وبين إيه؟ لا, يعني مش الآن, يعني ليس الآن. ولو فلان ماتوا بعد الشر. لا لا, للأسف الشديد بعد الشر. فهو القضية أن العبد يعني أن يستحي حق الحياة. هذا هو الحياء الذي هو في شرع الله سبحانه وتعالى بمعناه المجمل. نعم. هل الحياء هذا غريزة أم شيء مكتسب؟ هو الحياء نوعين: حياء غريزي وحياء مكتسب. الحياء الذي يحض عليه الشرع ويحث هو الحياء المكتسب. أما الحياء الغريزي, واحد يستحي من قباح الأمور, يستحي أن يخاطب الولد أباه بصلف أو بغرور أو بكبر أو بسوء أدب. هذا حياء, هذا حياء فطري. المرأة عندما ترى منظرا سيئا أو تسمع كلمة خادشة يعني تستحي وجهها يحمر. هذا حياء غريزي, هذا حياء غريزي. لكن لما يتبخر كمان تتساوى فيه الناس كلهم شيء؟ لا لا يتساوى, لأن ينميه الحياء المكتسب. أيوة. هذا الكلام ينميه الحياء. يعني الإنسان بطبيعته عنده حياء بفطرته, بفطرة مفطور على هذا. نعم. يعني إذا رأى أمرا يعني يستطيع أن يداريه عبر فطري, أمر فطري. لكن ينمي الفارق إيه؟ في أن ينمي الدين عنده وينمي الحياء من الله عنده. خلاص, قال: استحي من الله كما تستحي من رجل صالح من عشيرتك. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما رجل كبير في العائلة, أب, خال, عم, رجل في مقام والدي, عالم. يعني سبحان الله, حتى قال العلماء: تعلموا الحياء من مجالسة من يستحى منهم. أصلا مجلس أنا مع الإمعات والسوق والدهماء وقليل الأدب بالله عليك, ما يعني بالعكس يأخذ عدم الحياء, مش كده؟ يتدنى. يعني سبحان الله, قال يا إمام لابن سيرين: كان عندنا فول, حبات فول يعني. نعم. يعني وحبات من القمح, طحن القمح, كان كلاهما أصابه السوس, طحن القمح فطحن السوس معه, لأن الطاحونة تأخذ القمح وتجعله دقيق. صحيح. أما الفولة فتنقسم إيه؟ نصفين, فالراحة لا تنزل, فنزل السوس سليما. فقال ابن سيرين: من صاحب الأكابر يسلم. انظر للمنظور, انظر للمنظور, حتى في قصة عادية. واحد يحكي له حكاية يقول له: احنا كان عندنا فول مسوس وعندنا قمح أصابه السوس, لما طحنا كليهما سبحان الله السوس نزل مطحون مع القمح, لأنه صار مع السفلة. صحيح. مع الصغير. صح. ومن صار مع الأكابر سلم.
نعم طلع نظرة جميلة. نعم لا شك. نعم. طب ما الذي يوجد الحياء وما الذي يذهب به؟ أساس إيجاد الحياء ذكر الآلاء وذكر التقصير. ذكر آلاء الله ونعمه عليه. نعم. وذكر تقصيره يولد الحياء. يعني أضرب مثال. تفضل. لو أن رجلا إنسان تولى أمرك من الألف إلى الياء، يعطيك كل شهر راتبا، ويتولى أولادك في المدارس، ويشتري لك بيتا، ويشتري لك سيارة، وإذا مرضت يذهب إلى الطبيب فيدفع قبل أن تتعب، سبحان الله. بالله عليك عندما تقابله هل يعني تستشعر أن تستطيع أن تسيء إلى مثلا ابنه؟ لا. أن 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 يعني أن تخرب في سيارته؟ لا. أن تحرق له بيته؟ بالعكس. ولله المثل الأعلى. ونعم بالله. الله يكرم العبد منذ أن يولد في يكون جنينا في رحم أمه إلى أن يقضي هذه الحياة وينزل إلى قبره، والله عز وجل يتولاه بصغير الأمر وكبير. وأنا أؤذي عباده وأخرف في الأرض وأغير معالم الأرض وأحتل دولة وأسيء إلى الناس وأظلم هذا وأفتري على هذا وأخوض في عرض هذا وأكل مال هذا وأظلم الأرملة وأظلم المطلق وأظلم اليتيم وأظلم الفقير وأظلم المسكين ولا أحن على هذا وأنا مدير أستغل إدارتي لإذلال الآخرين. أليسوا عباد الله؟ بلى. أليسوا عباد الله؟ بلى. أليسوا عبادا لله؟ يعني سبحان الله. فأين آلاء الله عليك؟ أين ثمرتها؟ إن الله غفور رحيم. غفور رحيم. أيوة غفور رحيم. عندما أذنب وأنا يعني وأنا جاهل، الذين يعني يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. من قريب. من قريب. مش يستمر المعصية لدرجة أن يعني أسوأ العباد عند الله من يكرم اتقاء لشره. طب والمنافع الشخصية؟ المنافع الشخصية التي يعني يجعلها الإنسان هدفا في حياته ترديه موارد التهلكة. عشان يعيش. لا يعيش ذليلا، وإن كان مفتريا فهو ذليل في داخله سبحان الله، لأنه كما قلنا في الحلقة السابقة يظلم من لا ناصر له إلا الله. ماذا يقول لله يوم القيامة؟ يعني هذا يعني لا يستحي من الله يا ابن. طبعا. لأن عمر لما سمع المرأة لما رأها تطبخ للأولاد، ما هذا يا أم الصبيان؟ قالت هذا ماء أسكنهم، ماء يغلي حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. قال وما أدرى عمر بكم. يا لا تعرف عمر. لا تعرف عمر. وما أدرى عمر بكم. قالت عجبا، أيلي أمرنا ويتركنا؟ يا سلام، سبحان الله. فرجع عمر إلى بيت المال يأخذ الدقيق فيقول لعبد الرحمن بن عوف احمل علي. قال أحمل عنك أم عليك يا أمير المؤمنين؟ قال احمل علي، ثكلتك أمك، أتحمل وزري يوم القيامة؟ مسألة ما عندهاش عمر، ما عندهش هزار، ما عندهش سبحان الله. رد حاضر، لأن قلبه مليء بالحياء من الله. الحياء من الله. يعني هنا سكتة لطيفة. نعم. ينبغي أن نسلط عليه. ده هو يعني يلي أمرنا ويتركنا. ويتركنا. يعني للراعي أن يلفلف وأن يمر على الرعية ويعين، وإذا كانت مملكته واسعة وإدارته واسعة ودولته متسعة يعين في كل من يمثله. هو يسأل عن هذا؟ يسأل عن التعيين نفسه. قال صلى الله عليه وسلم من ولى واليا ذا قرابة له، لقرابته يعني فقط، ولقرابته سبحان الله، وهناك من هو أكفأ منه لن يعرض على الجنة يوم القيامة. هي المسألة مش بدأت بالسهولة. هو أنا عشان مدير إدارة أعين قريبي وأعين من ينافقني ومن ينحني أمامي ومن يقدم لي فروض الولاء والطاعة؟ الأقربون أولى بالمعروف. الله رقيب علينا في صغير الأمر وكبير. يعني أضرب مثال. تفضل. صهيب الرومي. الرومي. تمام. وعندك خباب. خباب رضي الله. لا أنا قس بين صهيب وبين واحد مثلا كالعباس عم رسول عليه الصلاة والسلام. تمام. طيب تعال إلى معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب. ماذا كان يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله يسلمك. كان في المغانم لا يقدم أهله، ولا يقدم أهله إلا في المغارم. يعني الله. يعني 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 في بدر. في بدر يخرج من؟ يخرج الحمزة وعلي المبارزة في الأول. نعم. وعلي بن أبي طالب والحارث عبيد الله بن الحارث بن عبد المطلب.
ثلاثة من بين جلدته ده في المغرم. في المغرم يؤخره آخر الناس آخر الناس. قدوة عجيبة. هو ليه لماذا فقدت الأمة هويتها؟ ألم يتضايقوا من هذا التصرف؟ لا، أولا علموا سبحان الله العظيم. يعني عمر بن الخطاب لما خلينا في تلميذ رسول الله نعم عليه الصلاة والسلام خازن بيت المال بيخنس بيت المال المنتظر شيء يجي فبيخنس بالنبض. فليه بتاع فلس أو يقال دانق دانق يعني دانق ده يسمى يعني أقل من الفلس. نعم. هل ليش فدانق لا يشتري شيء من السوق فوجد ابنا صغيرا أو حفيدا لعمر بن الخطاب حفيد فأعطاه له عمر ما ليه الولد بيلعب بالدانق قال ما هذا قال أعطاه لي هذا فأمسك عمر رجل من أذنه خازن ماذا تصنع وزير المالية سبحان الله ماذا تصنع قال ما يعني دانق لا يسوي شيء فأعطته قال أما رأيت بيتا يأكل الحرام سوى بيت عمر هو فيش بيت يقبل الحرام يا الله يا الله هذه الدقة تكون الحياة يا أخوان يا شوف لن تصلح الأمة ولن يرفع عنها هذا القهر إلا إذا هي أصلحت ما بينها وبين ربها نحن أصلحنا أمورنا في كل أمور بنينا بنايات اتسعنا في عملنا كل شيء في أصلاح الدنيا ربما صحيح نحن مستهلكين لسنا منتجين لكن نصلح الأمور في الصحة نبحث عن أفضل طبيب في الخبرة البيتين وهكذا لكن في الدين لا ما أصلحنا بين ما بيننا والله لو أصلحنا ما قالها عمر في جملة مفيدة كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله انتهت القضية ليأخذها المشاهدون حكمة قول فصل ما ما شوف شوف ما يعني سبحان الله كان عمر يقولها واضحة ما عمر لولا الإسلام من نحن لولا الإسلام ضاعت هويتنا كان له شأن كبير في مكة عمر بن الخطاب طبعا يعني قبل الإسلام والله خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام صحيح ولذلك عندما نرى إنسانا فاضلا احنا نحن نريد القوي الأمين ليس عندنا القوي الأمين الله لأن وقف مع القوي الأمين نعم. يبقى إذن الذي يوجد الحياء هو معرفة آلاء الله سبحانه وتعالى ومعرفة أوجه التقصير مني يعني هل هذا الرب الرحمن الرحيم الرزاق المنان الحنان الستار الحليم الذي يرزقني ويسترني ويرزقني ويشكرني يعني أبارزه المعاصي أقصر في أن أعين خلقه وعباده ولا أدخل عليهم السرور هنا يتولد الحياء لا حجة يعتذر بها شيخ عما يحدث في هذه الحياة من ضعف النفس البشرية لا ضعف النفس البشرية لأنني حرمتها مما يقوي ضعفها حتى تصير قوية لماذا كانت نفوس سلفنا الصالح قوية ما كانش عندهم طموح سياسي واقتصادي لا بالعكس لا 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 موجود الآن ما مر يوم على الصحابة والتابعين وتابع التابعين ما مر يوم إلا وأضيف إلى الإسلام أناس جدد وأضيفت إلى الأرض الإسلام أرض جديدة الله. أما دفنت أما ألم تدفن أم حرام بنت ملحان في قبرص إلى الآن يسمى قبر المرأة الصالحة إلى الآن لما الرسول بيقول إيه وإن أناسا من أمتي يركبون ثبج البحر كالملوك على الأسرة انظر إلى تشبيه رسول الله يركبون ثبج البحر الأمواج كالملوك على الأسرة إيه ده إيه العظمة ناس صحراويين الرسول ما خرج من مكة ما خرج من المدينة أقصى رحلة له جنوب الشام ماذا بعد ذلك سبحان الله يركبون ثبج البحر كالملوك على الأسر فيفتحون أرض الله على اسم الله فقالت أم حرام بنت ملحان ادعو الله أن أكون رفيقتهم يا رسول الله قال أنت منهم يا أم حرام قال ادعو الله أن يرزقنا الشهادة قال أنت شهيدة إن شاء الله نزلت من السفينة وقصتها دبتها ماتت رزقت الشهادة دفنت الآن أهل قبرص يقولون قبر المرأة الصالحة وهم غير مسلمين سبحان الله هذه الأثر بالإسلام سبحان الله العظيم امرأة تذهب إلى قتل أحد مسلمة يقول الرسول امنعها يا عبد الرحمن لا يريد الرسول أن قتل أحد المسلمين أم المسلمين لا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ترى المرأة الصرع الرسول بحصافته عرف أنها أخته صفية فلما قال عبد الرحمن فاقتربت منها فكانت امرأة قوية قلت إليك عني قالت إليك عني
فأردت أن أمنعها فدفعت. كانت امرأة قوية سبحان الله، لأنها قتلت في أحد في الخندق رجلا يهوديا بعصا الخيمة ما شاء الله، ونحن نسانا يخافون من الصرصار ومن النحل، نسأل الله السلامة، وبعض من أطفال وبعض من رجالنا نسأل الله السلامة. فقالت هذان ثوبان، بلغني أن أخي حمزة رزق الشهادة فأريد أن أغطيها. يا الله. فقال ارجعي. قالت لا، قالت قال إنه أمر رسول الله عليه السلام. فتقطعت رأسها ثم عادت. أمر رسول الله سبحان الله. إلى الآن لسه في سيدات عندنا والله أصل الحجاب خلاص يا جماعة خلاص فرغ الأمر. أنا أشعر أنني يعني لا أريد أن أتحدث. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر رسول. عادت، وده أخوها، هي ما ذهبت إلى أمر غير شرعي، لكن رسول أمر، رسول أمر، رجعت. فقال فوجدنا الحمزة ورجل من الأنصار لا يعرف، فاستحيينا. شوف كلام الحياء بقى عبد الرحمن، كيف نكفن الحمزة في ثوبين والرجل الذي لا يكفن، سبحان الله. فأقرعنا بينهما، عملوا قرعة، وكل من خرج من نصيبه ثوب كفناه به. هذا خلق صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مش مسألة ان ما كانش فيه، لا لا لا، ده كان كل يوم نصر الإسلام. ولذلك محمد ابن خلي بالك كان المسلمين عندهم عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى فقط، ما لم يكن هذا عيد الفطر وعيد الأضحى تمام، لكن كل يوم كان عيد. لماذا؟ لأن يوم العيد الحقيقي يوم لا تعصي فيه أنت رب العبيد. الله، هذا الله أمر. أكبر. الأمر الثاني، يوم العيد الحقيقي أن تضم للإسلام أناس جدد. يا سلام. يوم العيد الحقيقي أن تضم لأرض الإسلام أرضا جديدة. اقلب المسألة، كثرت أعيادنا، عملنا 500 عيد، كثرت أحزاننا، سربت أرضنا، خرج الناس من دين الله أفواجا. هذه النتيجة، لأننا بدأنا نصنع بأنفسنا، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. صحيح. نعم. وهذا هو الذي يذهب بالحياء. وهذا هو الذي يذهب بالحياء. نعم. نعم. يعني شوف، لا يستحي من الله إلا عبد مؤمن. يعني عائشة تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وركبته وشيء من فخذه قد ظهر. فدخل أبو بكر فسلم فرد السلام، ودخل عمر فسلم فرد السلام، فلما دخل عثمان غطى الرسول فخذه وركبته عليه الصلاة والسلام. قلت عجبا يا عائشة، ما سبحان الله، سبحان الله، ملاحظة سليم، عجبا يا رسول الله، دخل أبو بكر ودخل عمر وركبتك مكشوفة، فلما دخل عثمان قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. سيدنا عثمان ذو النورين تستحي منه الملائكة، تستحي الملائكة من عثمان. السبب معلوم؟ السبب معلوم، لأن عثمان ملئ حياء. إذا قلت ما صفة أبو بكر، تقول الوداعة ورقة القلب. طب ما صفة عمر؟ قال حب، تقول حب الحق وقول الحق. ما صفة عثمان؟ هو الحياء. الحياء، الحياء، لأن لما وزع ماله كله وتزوج برقية، فالرسول سكنوا معه في البيت عليه الصلاة والسلام، سكن في الدور الثاني. عاش معي عثمان سنة، ما سمعت خشخشة مائه في الطشت. يعني عثمان حياء من رسول الله، لما يحب يغتسل ما يجعلش الماء ينزل، عشان طبعا عندهم لكن لا في لا بانيو ولا هذه الاشياء العجيبه ولا المهم الاشياء، واولادنا غير راضين هذا يعني، والنعيم كله الاولاد، الرجل مكشر والست غير راضيه، ماذا نرضى؟ المهم فكان فالصوت لما الماء ينزل في الطشت النحاسي او الكلام يعمل صوت، فيروح يذهب خلف البقيع يغتسل او يتوضا كي لا يؤذي مسامع رسول الله. جاء حفيد حفيده من بعده، الشافعي أصله يصل نسبا إلى عثمان رضي الله عنه، رضي الله عنه. حميدة زوجة الشافعي، يبقى جدها عثمان بن عفان، جد جدها، المهم يعني في السلالة الأعلى، جدها الأعلى. فالشافعي يقول كنت أجلس في مجلس مالك، انظر إلى الحياء من العلماء الذي ضاع الآن، كنت لا أشرب الماء أمامه حياء منه، وإذا أردت أن أصفح الورق أصفحه صفحا رقيقا كي لا أؤذي مسامع الإمام. يا الله، إلى هذه الدرجة. هذا هو ديننا،
هذا هو الإحساس بالدين. أنا يعني ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. سبحان الله، عبد الله بن عمر يسير سبحان الله ويجي في مكان يدور دورة كاملة بالناقة ثم يسير، يا ابن عمر رأيت الرسول يدورها هنا، لم يسأل لماذا ولا خلاص. مالك كان لا يركب دبة في المدينة، لعل قدما توافق قدما، يمكن القدم تيجي على مكان كان الرسول وضع فيها قدمه. يا الله، هذا هو الحياة، خلق عال هذا. نعم. يا رب. نعم. يا رب. نعم. ذكرنا قبلا أن الحياء له نوعان. نعم. فطري وغريب. نود أن نسلط عليهم الضوء. طيب. بشكل فيه استفاضة. فيه استفاضة. الحياء أنواع. هو يندرج تحت هذين الأمرين. نعم. فطري واكتسابي. نعم. كسبي. يعني. يقول عليه فيها، يقول عليها علماء القلوب إيه، مواهب ومكاسب. مواهب ومكاسب. عشان الأخوة المشاهدين يكون معنا في حلقة الصفحة. مواهب وكاسب. هذه هبات. أنا من نضعها في ألفاظ سهلة إن شاء الله. ونحن نكلم أهل العلم أيضا ما شاء الله عليهم. أكيد يعني بيرضى عليكم. لكن تحت هذا يعني هو أساسا الفطري يغذى بالإيه، بالاكتسابي. الفطري. ينمو ويتعرى بالمكتسب. لكن هو أنواع كثيرة. كثيرة. مثل ما يعني القيم كم جمع 10 أنواع من القيم. هذا أسطورة التاريخ، يعني تلميذ الأعظم لابن تيمية. ابن تيمية. نعم. 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 كانوا يعني يعيبوا عليه مرة، يقولوا كيف تعترض على شيخك في بعض المسائل، يعني وخالفنا. فيقول والله مثلي ومثل ابن تيمية كمثل الهدهد مع سليمان، قال أحط بما لم تحط به. والهدهد هو الهدهد، وسليمان هو سليمان. يا سلام. المقامات محفوظة. المقامات محفوظة. يعني هو الهدهد كان أعلم من سليمان؟ لا. بس القضية دي عرف بس معلومة وسليمان لم تصده. وليس هذا لعلم الهدهد. سبحان الله. سبحان الله. فأول شيء من أنواع الحياء، حياء الجناية. بمعنى؟ لما أبونا آدم، ما هو إحنا مش في القانون بيقولوا في جنحة وفي جناية؟ نعم. طيب. الإنسان لما يكتسب ذنبا اسمها جناية. صحيح. تمام. نعم. فلما لما أكل من الشجرة وبدت لهما سوآتهما استحيا آدم من ربه. نعم. هذا حياء الجناية، والمجب دي نأخذها من أبينا وراثة ودراسة. يعني نأخذها وراثة فقط ودراسة. إزاي؟ أنا أخطأ وأنا خطاء، فلما أخطأ أستحي. قال من أذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب أسرع من طرفة العين. يا الله. ومن أذنب ذنبا وعلم أن الله يراه وهو يذنب علم غفر له وإن لم يستغفر. لأن مجرد علمه هيستحي وينقمع ويطأطئ ويطامن رأسه خلاص. سبحان الله. هذا حياء الإنسان يجتني أو يجني يعني شيئا يستحق عليه العقوبة فيستحي من الله. هذا هو الحياء الجنائي. حياء التقصير هذا نوع آخر من الحياء. مرة النبي صلى الله عليه وسلم يسير بجوار البقيع يركب البغلة، والصحابة ماشيين، إذا بالبغلة تقفز قفزة عنيفة. نعم. تكاد أن توقع من فوقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. فقال الصحابة قد ساء خلق البغلة يا رسول الله. قال ما ساء خلقها، ولما لا تقفز وهي تسمع مقامع الحديد في القبور. يا الله. ثم نظر إلى الصحابة وقال أطت السماء وحق لها أن تأط، أي ثقلت السماء بما عليها، زي الصوت الذي يكون على الشيء عندما تضع ثقل، أطت من باب الأزيز أو أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله، حتى إذا حشروا بين يدي رب العباد يوم القيامة قالوا سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يا الله. هذا حياة التقصير. أصل الناس لما تفاجأ بمقام الله يوم القيامة تستنكر ما صنعته في الدنيا. هل هذا الرب الرحمن الرحيم يعصى أم يتقى؟ معقول الإنسان يستحي بس لا تساعة من دمي. ولذلك ربنا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. سبحان الله. ده حياة التقصير. فيك عندك حياة الجلال والإجلال. نعم.
لما تذكر نعم الله عليك تستحي من الله لجلاله، صحيح، تستحي من الله لكماله، تستحي من الله أنه أولاك النعم وسبحان الله العظيم، هذا كأننا سبحان الله. ثم حياء الأدب. إيه حياء الأدب؟ الوليمة بتاعت أمنا زينب رضي الله عنها لما الرسول دعا بعض الصحابة، في ناس راحت بدر، زينب بنت جحش، وقعدوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول محرج، البيت محدود مش زي بيوتنا ما شاء الله، لكن هو بيته محدود، فهو مستحي يعني. بعد ما أكلوا فضلوا قاعدين، سبحان الله، فيقول الله إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، لأنه الحياء الوحيد الغير مطلوب ألا تستحي من الحق، ده حياء غير مطلوب. لأن لما استحت، لماذا ضعفت الأمة؟ لأن استحت من الحق. إذا لم تقل أمتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها، فقد تودع منها، رب السلام البقاء لله، أربع تكبيرات، لأن صلاة الجنازة، سبحان الله. فالإنسان لما هذا حياء، يعني حياء أو تسميه أنت حياء الكرم، كرم رسول الله وأدب رسول الله يقتضي أنه يعني سبحان الله، يعني تأتيه المرأة لتسأله كيف أتطهر من الحيض يا رسول الله، يشرح لها، تعيد عليه السؤال، تأخر، يسكت الرسول، وكان أشد حياء من السكة، تمام، أشد حياء من البكر في خدرها عليه الصلاة والسلام، يحمر وجهه، سبحان الله، من أدبي صلى الله عليه وسلم، الناس عندها يا شيخ ما في حد عنده حياء، سبحان الله. فيروح أمنا عائشة تروح تأخذ المرأة من يدها وتشرح لها، تشرح كيف، خلاص المسألة لغاية كده واسكتي. ولذلك محمد بن المصيبة أن يقول لك إيه، شو أسئلة الشيخ، سؤال لا حياء في الدين، يقول يا ابن الدين كله حياء، يقول لا حياء في العلم، كيف لا حياء في الدين، المصطلح هذا سائد بشكل كبير، لا حياء في الدين، لا حياء في العلم، لكن الدين كله حياء، لا نقول لا حياء، لا 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 يا أخي، الدين كله حياء، الدين كله حياء، كيف أقول لا حياء في الدين، الدين كله حياء، دخلوا خذ الإسلام، سبحان الله، يعني ايه لا حياء في الدين، لا حياء في العلم، معلش نسأل أسئلة قد تكون محرجة احيانا، لكن يا اخي سبحان الله، لا 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 حياء في العلم، يعني حتى اذا كان هنالك سؤال نستحي، وفي الاجابه نستحي ايضا، ونجيب بادب، سبحان الله، اما لا نقول لا حياء في الدين، لا لا لا، الدين كله حياء، الدين كله حياء، سبحان الله. ثم عندك حياء ابن خلف، يقول لك حياء الاستحقار، بمعنى انك يعني ايه، تقول مثلا ايه، يا رب تلح في المساله، يا رب مثلا ابني يدخل كليه الطب مثلا، يعني وانت تحتقر، انت تقول يا خبر، ابنائنا في فلسطين بيموتوا، واهل العراق قاعدين غير امنين، وفي يعني 800 مليون من البشر حد دون الحد الادنى للفقر، 90% منهم من المسلمين، وانا كل مشكلتي ان ابني يدخل كليه الطب، يعني استحقر نفسي في الدعاء، اقول يا استحي، طلب دنيوي، طلب يعني لا طلب، وكانه طلب يعني الهمه هنا، سبحان الله العظيم، يعني ما يعني قال العلماء، ليس من يتوكل على الله في ان يرزقه رغيفا كمن يتوكل على الله في نصر الامه، الهمم متفاوته، معنى توكلنا على الله، كلاهما توكل، لكن هذا توكل، هذا توكل محدود، ان ارزق رغيف، خذ رغيف يا سيدي، الواحد يتوكل على الله في نصر امه، يؤذى ويطرد ويغتاب ويأخذ الناس في عرضه، ويصبر ويحتسب، فشتان ما بين هذا وذاك، شتان، نعم. هذا بعض من أنواع الحياء، نعم. طب إذن كيف نفهم هذا الحياء من قصة الكلمة التي تفضلتم بها في صدر هذه الحلقة، في قوله تبارك وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، الله أكبر، الله أكبر. أولا القضية أن هذا مثل يجب أن يشرح لبناتنا، توكل على الله، يعني الرجل ظهر منه إيه؟ ظهر منه شهامة، ظهر منه حياء، هو خاف لما وجد المرأتين تذودان يعني تدفعان قطيعهما بعيدا عن بقية القطعان كي لا تختلط، والناس ما عندها مروءة، ليس عندها مروءة، لأنهم سقوا وغطوا البئر، وكان يرفع غطاء البئر 10 من الأشداء، سبحان الله، نعم، سقوا وغطوا ومشوا وتركوا البنتين اقترب موسى، لأن الموقف يحتاج إلى مروءة،
ما خطبكما؟ دونما سؤال منهما. لا لا لا. نتعلم هذا. لا لا تمام تمام. نتعلم طبعا نعم. أنا أرى بنتين ضعيفتين سبحان الله. موقف كهذا. موقف كهذا لابد أن أتدخل. آه. ما خطبكما؟ قالتا. ما خطبكما هذه خطيرة أيضا. لم؟ الخطب هو المصيبة. تمام. صحيح. ما المصيبة التي أخرجتكما من بيتكما؟ الله هذا المقصود. طبعا. ليس المقصود أنهما لم يسقيا. لا لا لا, 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 لا ما خطبكما؟ إيه المصيبة؟ كيف أن بنتين يخرجوا في مات الرجال؟ فتح الله عليك. نعم. سبحان الله. فيقال أفضل فتح الله لك. فتح الله. فتح عليك بالعذاب. لا 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 ما قصدنا. لا لا لا, 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 لا. فتحنا لك. فتح الله عليك. سيدنا موسى ما خطبكما؟ فانظر إلى الإجابة عشان تعرف إن السؤال رايح فين. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء, يعني نحن لا نختلط بالرجال, لا نعمل عمل مختلط, وابونا شيخ وابونا كبير, العائل قد غير موجود حكما. هو موجود اه ولكن غير موجود حقيقه, يعني حقيقه. تمام. طيب هو موجود حكما. موجود 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 فعلا, لكن ليس معه. لا ما موجود, لا يستطيع. كبير كبير الشيخ حرام. فسقى لهما, يختصر القران فسقى لهما قوه موسى. صحيح. رفع غطاء البئر مفردة بيد واحدة. ما شاء الله. تمام. طيب بعد مدة ثم تولى إلى الظل ودعا رب العباد, رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. في لحظات عندما يستشعر الإنسان مسكنته, قال العلماء تعرف إلى الله في الرخاء. لا لا, تعرف إلى الله بصفاتك يتقرب رب العباد إليك بصفاته, فإن تعرفت إلى الله بذلك يتعرف إليك الله بعزة, وإن تعرفت إلى الله بفقرك يتعرف إليك بغناه, وإن تعرفت إلى الله بهزيمتك يتعرف إليك بنصره. يا سلام. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته أول ما استشعر الفقر. من أغنى الأغنياء؟ من افتقر إلى الله. ومن أفقر الفقراء؟ من استغنى عن الله. صحيح. يعني كان الصالحون اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفكرنا بالاستغناء عنك. هذا هو منطق عجيب. مقابلة جميلة. هذا هو منطق. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفكرنا بالاستغناء عنك. قال قارون إنما أوتيته على علم من عندي. طب يا سيدي فخسفنا. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. عمر رضي الله عنه يتعرض للمسألة ويقول قالوا يا أمير كيف جاءت على استحياء؟ قال غير خراجة ولا ولاجة, يعني مش متداخلة في الأسواق مع الناس رايحة جاية. الآن نساؤنا لو مكثت البنت في البيت يومين أو المرأة, والله أنا شعر أن أنا محبوسة. ليه؟ تعودت على الخروج كل يوم. لم تتفسح. لم لا 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 لا, لا, لا نشم الهواء. لا لا, لا سبحان الله العظيم. فمش معنى كده إحنا نحبسها, يعني لكن شوف المنطق. غير غراية ولا ولاجة. المهم ولا ولاجة. ولا ولاجة مش كثيرة الولوج والدخول. خراجة ولا الخروج والولوج الدخول والدخول. فقالت إن أبي معذرة. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. قالت إن أبي. القول على استحياء أم المشي على استحياء؟ تمشي على استحياء, والقول على استحياء. يعني حتى في القراءة. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. أنا ممكن أتوقف, ممكن نقف, وممكن نقول على استحياء إن قالت. يبقى تذهب للطرفين. مشيها على استحياء وقولها على استحياء. فضلتك تميل لأيهما؟ أنا أميل أنها تمشي على استحياء, لأن القول فيه نبل. لا لا لا, لا, لا لأنها جاءت مهمة أن أبي يدعوك. صحيح. أن الأمر في وضوء. أبي يدعوك. أنا لا أدعوك أنا. ليس هناك ما يجعلها تستحي. لا لا لا, 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 لا جاءت في طلب, في توصيل رسالة أبيها. فإن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. انظر إلى الكريم ماذا صنع. يعني كانت ذهبت إلى أبيها وقصت عليه القصة ثم طبعًا عادت طبعًا إليه. طبعا طبعا طبعا. الفئة للتعقيب والسرعة. البنت الصالحة تقص لأبيها وأمها كل ما يحدث معها في الشارع. والأسرار حضرتك؟ لا أسرار مع للبنات أسرار. للبنات أسرار مع أمها ليس مع صديقتها. يعني في مذكراتها. في مذكرات البنات مع أمها صديقتها. مع أمها. ومع صديقها لا بأس. لا في الدراسة. لا, 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 لا مع أمها. مع أمها ومع أبيها إذا جاز القول. وليس مع زميلة الدراسة أو صديقة الدراسة. تغرق وتغرق. تغرق وتغرق. هي تغرق. تغرق من؟ أهلها. الأهل.
تغرق الفضيلة ولا يعني عادت ابنة الرجل الصالح لتقص عليه القصة. تمام. فانظر إلى نحن في الحياة. نعم. نحن في الحياة. سارت أمامه لأنه لا يعرف البيت. ده غريب. صحيح. هو وصل من مصر إلى مدن وتوقف. لسه الخيام بعد أو البيوت بعد. سارت أمامه اليوم شديد الريح. على رغبة من؟ نعم. سارت أمامه على رغبة. لا سارت أمامه كأمر طبيعي. لا تمشي بجواره. ولا لا ما عرفت بعد أن كيف تسير خلفه وهو لا يعرف المكان. كان الريح يعني شيء من الثوب فيقع تقع عينه على خلخالها. نعم. فقال يا فقط على الخلخال ليس أعلى من هذه. يا أمة الله سيري خلفي وقولي لي يمنة أو يسرى. هنا سيدنا موسى كان كلف بالرسالة؟ لا لم يكلف. لا لا لا, لا. بس سبحان الله. بس يعني من احترقت بدايته أشرقت نهايته. الله. من احترقت بدايته أشرقت نهايته. أشرقت نهاية. يعني تنظر إلى الولد الصغير تجد فيه سماحة. سبحان الله. وتنظر إلى الولد الآخر تجد فيه لؤ. والكتكوت كتكوت الفصيح من البيض يصيح. يعني بين يلا. فقال لها قولي يمنى أو يسرى. في رواية أخرى تقول قال لها بعد مدة. بعد مدة يمين سيدنا موسى يمشي يمين يسير شمال. فبعد شوية قال لها يا أمة خذي حصيات في يديك إن أردت أن أنحرف ناحية اليمين ألقي حصاها ناحية اليمين شمال إن صوتك يدهيني عن ذكر الله. يا الله يا الله. أول ما رجعت يا أبا استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. طيب من أين عرفت قوته؟ من البئر عندما رفع غطاء البئر. ومن أين عرفت أمانته؟ من أين؟ الأمانة على العرض وهي أكبر الأمانات. الله. عندما قال تسير خلفه هذه أكبر أمانة. والمرأة تكبر الرجل الذي يغض بصره تحترمه. يعني قديما هو قديم وحديث. سبحان الله. يعني ربنا يعني سبحان الله. فالقضية أن سبحان الله يعني الرجل يقول ليس من النبل تلميذ مع أستاذه بيأكل عند بيته وغسل وديهم كنا في الحلقة من قبل. فالتلميذ يقول لشيخي بعد أن غادر المكان ليس من النبل أن تصب النساء على أيدي الرجال. قال والله يا بني منذ 10 سنين أكل هنا كل في الأسبوع مرة ما أعرف من يصب على أيدي رجلا كان أم امرأة. أنت مالك تبص أنت اغسل ديك وامشي. الأستاذ لا ينظر التلميذ ينظر. سبحان الله. ولكن هذا كان قديما ربما مع تغير الأيام. لا لا لا, 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 لا وليسامحنا مشاهدين على الكلمة الإنجليزية نحن نتعصب باللغة العربية. لا لا لا. ولكن هكذا اقتضت الدور. ليديز فيرست المرأة مقدمة المرأة أولا. هذا من الشياكة واللطافة وحسن التعامل. أولا نحن نقدمهن في كل الأمور ولكن لا داعي لأن نزج بها في أمور. بالعكس يا أخي إما أن تسير بجواره وهذا أفضل. هذا أفضل. سبحان الله. زوجته يعني. نعم. أو بناته أو أخته أو أخته. أما مسألة النساء أولا يا أخي سبحان الله العظيم يعني 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 نحن نقدم كبير السن لا نقدمهن ليس احتقارا ولكن إجلالا واحتراما. يعني نحن ننزلهن يعني أمنا صفية عندما جاءت لتقطع على الرسول اعتكافا عليه الصلاة والسلام وذهب ليصلها انحنى لها حتى تركب سرجل سبحان الله حتى يداريها. نعم. سبحان الله. سبحان الله. هذا الغرض الحقيقي. يا الله. لما تضع رجلها على حجره يداري نصها على الاقل. صح. عندما تمتضي يقف معها حتى يداري ما انت سبحان الله. يا اخي الخوف على الحرمات. سبحان الله. فاما كان يضع يده على عضادة الباب وتضع عائشة ذقنها لكي تشاهد لعب الاحباش. هذا من أدبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فنحن نعود إلى قضية نحن نريد القوي الأمين. فانظر إلى قضية الاستحياء. طيب نسقط هذا على واقعنا المر. بريد نلتصق بالواقع. يعني الاستحياء هذا كانت بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخطبها وبلغ الرسول بأن فلان يريد فلانة كان لا يواجه ابنته لأن يعرف أن عندها حياء. هو الرسول أصلا كان عنده حياء. سبحان الله. هو أساس الحياء صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فكان يسر لخديجة بالأمر
فماذا تصنع خديجة؟ تأتي بالبنت المطلوبة إن كانت زينب ورقية أم كلثوم وتجلسها خلف الستار بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول خارج الستار وهو أبوها يقول إن فلانا يطلب فلانة. لا يقول يطلبك، فلان يطلب فلانة، مثلا علي يطلب فاطمة، عثمان يطلب مثلا رقية، كيف هذا المنطق؟ فإن اهتزت الستار علم أن هذا اعتراض غير موافقة، إن ظلت الستار ساكنة علم أنها موافقة فيمضي الأمر حتى لا تقول نعم أم لا. ما قالوا يا رسول الله إن البكرة تستحي، قال صمتها إذنها. صحيح، البكرة تستأذن وإذنها صمتها. صمتها تمام، إذنها صمتها. صحيح، حتى ابن حزم في المحلة له كلام عجيب الظاهر الأندلس، طبعا عنده مذهب الظاهر الظاهر طبعا يقول لك فإن تكلمت البكر لا يؤخذ كلامه. الله طب ليه يعني؟ هذه من ملح ابن حزم يعني المهم يعني. فانظر إلى هذا الحياة يصل الأمر. هذا حكمه يعني استطراد جانبي، هذا حكم ابن حزم، هذا حكم يؤخذ به حضرتك؟ لا يؤخذ به، لكن هذا اجتهاد من ابن حزم. نعم، هو رجل له بصمة في كبيرة. هذا اسباب بالتأكيد. لا هو ما شاء الله، هو ما شاء الله. نعم، فلا طبعا عند الفقهاء الأربعة لا يجوز هذا يعني. فالقضية أن 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 هذا الحياء، تأتي البنت الآن وتقول عايزة فلان، لا مش عايزة فلان، لا تجيبه هي جاي تقدره يعني، حسن يريد مقابلتك. من حسن؟ تتعجب كيف لا يعرف حسن، الجامعة كلها تعرف حسن، لا أحسن الله إليه. فسبحان الله، فهنا المصيبة. لماذا؟ لأن ماذا تنتظر يعني وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، ويعني ولا يستقيم الظل والعود أعوجه. صحيح، إذا كان الرجل جالس في صالة البيت والبنت ذاهبة إلى الجامعة أو خارجة وهي تلبس الضيق من الثياب، لا, لا, لا ندري كيف دخلت هذه الثياب في جسدها بالصابون، وبعدين يقول لزوجته ما شاء الله كبرت يا شيخ، كبرت علتك البعيد، سبحان الله، لا إله إلا الله، فسبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يا أخي إذا لم تستحي مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني تلبس خيمة يا شيخنا يعني وتروح الجامعة؟ تلبس سترا يسترها حتى تعظم وتصير ملكا من الملائكة. نحن ذهبنا بها إلى الجامعة لتتعلم لا لتعرض، ليست عارضة أزياء. من قلة حياء الناس تعيش يومين، تعيش يومين بطاعة الله. طب ومال يعني؟ هل ماتت أمها؟ لما تتزوج ترتدي الحجاب والحسن؟ لا، المسألة إذا نشأت في طاعة الله ظل رب العباد رضاه عنها ورضا والديها ورضا المجتمع حتى يشار إليها بالبنان. لأن حتى الولد المنحرف الذي ليس له في الدين لما يجي يتزوج يعمل ايه؟ يجيلي ده حقيقة. نعم يا سيدنا الشيخ، ما فيش عندك حد من اهل الخير؟ سبحان الله. طبعا المنحرف يقول ابني ما تتزوج بنت من النادي اللي صيح بقى. لا دول ما ينفعوا للزواج، احنا عايزين بنت صالحة من عندك، من المسجد عندك، يصليهم يعرفوا ربنا ويخافوا علينا ويحفظوا اعراضنا. طبعا شوف، قد تخدع كل الناس لكن لا تخدع نفسك. صح، طبعا يعني عند الحقائق لا يختار الا الصواب. يعني نسمع ان البنت ما زالت صغيره تعيش يومين او ثلاثه ايام، هو الاسلام حتى تتزوج. محمد ابن هو الاسلام هل هو حجر وقيد؟ الاسلام لا تتمتع بالحياه. اقول لك شيء بس بسيط، اقول لك شيء بسيط. الحجاب عند بعض النساء قيد. نعم، ولكن الحجاب في الاسلام حريه وليس قيدا. المحجبة حرة وغير المحجبة مقيدة. كيف؟ أقول لك كيف. طب المحجبة تظهر شيئا من جسدها أمام المحرم المؤبد، ولا تظهر هذا أمام المحرم المؤقت، ولا تظهر شيئا أبدا أمام الأجنبي. فهي معها منطق التحكم، ما تظهره وما لا تظهره امام من؟ ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او الى سبحان الله. يبقى منطقه التحكم عند من؟ عندها هي. اما غير المحجبه فمنطلق امام الكل، كل كالمشاع عشان تلفت الانظار ويراها ابن الحلال وياتي حضرتك كيف يعلم انها جميله وطيبه. ابن الحلال هذا ليس من اولاد الحلال، لانه راى فيها هذه الصوره
وإذا كان ابن الحلال يحتاج إلى امرأة كهذه سيدة مجتمع ومتحدثة يدي كما يقول هو, هو, هو شاب ليس ابن حلال, هو زوج, هو شاب يعني لا يريد من تزوجها لجمالها ما زاده الله إلا ذلة. يعني في التفاتة بسيطة ربما تكون من الاستطراد الجانبي, ولكن على بعض الفضائيات يناقشوا هذه الموضوعات. هذا يعني رأيت في إحدى الفضائيات شاب يقول أنا أفضل الزواج من إنسانة مجربة هكذا بنفس المصطلح. جميل 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 جميل. هو يحفر لنفسه قبرا زوجيا لن يرى منه إلا السوء ولن يجني منه إلا الشر. والحرية وحقوق الإنسان الله عز وجل. شوف هذا التلفاز الذي يشاهده المشاهدون الآن. نعم. الشركة التي صنعت هي أعلم الهيئات بتكوين الجهاز وبإصلاحه. تمام. ولله المثل الأعلى. الإنسان خلقه رب العباد, هو أعلم, هو أعلم بمن خلق. نعم. لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. طبعا. فهو الذي يعلم ما الذي يصلح العبد وما الذي لا يصلح. لا يصلح العبد إلا بدين, لا يصلح العبد إلا بدين. ما احنا عندنا دين يا شيخ وربنا في قلوبنا. ليس هذا دين. نقرأ وهذه نقرأ. ليس هذا دينا. الدين إما أن أقبلك كل. لماذا في المدرسة لا أرفض مادة الحساب لابني ومادة العلوم؟ لماذا أقبل كل المادة؟ والله سؤال وجيه يعني. لماذا أقبل كل؟ مفروض علي. مفروض علي إيه؟ من قبل الوزارة التربية والتعليم أن ندرس هذه المواد. ولا أحصل على شهادة الإجازة العلمية في نهاية الدراسة. الاختبار فيها والنجاح فيها. ولا أدخل الجنة إلا بما أصنع بما صنعه الرسول وما الله عليه. الله. الأمور لا تحتاج إلى تمنيع مسائل. دين أو لا دين, هذا ديننا. هذه مفصلة. بارك الله فيك. يعني هذا وقت المشاهدين وربما يكون هنالك استكمال لهذا الموضوع. هو موضوع كبير طالما أننا تحدثنا في الحياة مع البنات ومع النساء. تتحدث عن الحياة وعن عن خلق الإسلام. نعم. عن خلق. لو عاد إلينا الحياة لعاد إلينا الإيمان. طب هل من مرصدك الخاص كداعية إسلامي وما شاء الله سافرت وجبت البلاد طولا وعرضا على مدار 35 عاما, هل هنالك حياء موجود بين المسلمين والمسلمات؟ هي عند البعض لا أنكر هذا, لكن بعض الأشكال التي أراها تؤلمني. نعم. تؤلمني. محمد ابني أحيانا تجد مثلا هؤلاء الرعاع الذين يعرضون عارضات الأزياء. نعم. العجيب لما تجد امرأة تجلس لتشاهد, أقول ربما تشتري هذا الفستان, هذا جائز يعني. نعم. ربما تشتريه. نعم. طب والرجل الذي يجلس ليشاهد بالله عليك هذا عنده حياء؟ لا. طيب لما تجد امرأة تحمل طفلا, يعني هو يشاهده لكي يشتريه لامرأته يأخذ فكرة عن الموضوع وخطوط الأزياء, بيأخذ ما يأخذ, المهم يأخذ سيئات. تجد امرأة مما يؤلمني من رصد عدم الحياة في المجتمع, امرأة مسلمة حجابة أو أم زوجة تحمل طفلة وتمسك طفل الآخر وتحمل حقيبة وتجر الآخر. صحيح. وزوجها يسير بجوارها هكذا. لا. رجل رجولة. هل هذه رجولة؟ أمال أين موسى؟ أين ما خطبكما؟ يا سلام. أين القوي الأمين؟ الله سبحانه. هل هذا من الحياة؟ لا. يعني تجد المتسكعين الجالسين على المقاهي يقول يقتل وقته, إنما يقتل عمره ويضيع دينه ويضيع آخرته. هل هذا من الحياء؟ سبحان الله. لا يعني هو حضرتك تقول لي نقتل يقتل وقته, الصورة السيئة يعني هو يتواصل مع أصدقاء. يتواصل. هل أعطى الطريقة؟ والخمر والمشروبات روحية. لا لا يسمون الحرام بغير أسماء, لكن أنا أقول أن إذا جلستم على الطريق فأعطوا الطريق حقها. قال وما حق الطريق؟ رد السلام, كف الأذى, الأمر بالمعروف, النهي عن المنكر, غض البصر. اجلس براحتك بس اعمل كده. يعني لو خليك داخل إطار. صحيح. خليك داخل إطار. بس أنت قاعد يعني في ذكر الله؟ لا. المسألة يجب أن يعاد حساباتها. من صور تبخر الحياة أيضا ماذا؟ يعني أقرأ في مجلة وأنا على متن الطائرة أن 4 دول من الدول العربية الإسلامية استهلكت نساؤها العام الماضي 600 طن من أحمر الشفاه. سلم يا رب. ورغم ذلك زوجها تزوج عليها رغم كل هذا الأحمر. رغم يعني 600 طن. 600 طن من شركة تمد الـ سبحان الله غير المسلمين بما يحاربون به الإسلام.
600 طن شيء غريب يا أخي. يا أخي والله إن الأمور يعني سبحان الله، يعني ما أحلى جدتي وجدتك عندما كانت على طبيعتها، ماتت كلاهما وكان شعرها دون وضع أشياء شعرها طبيعي. لماذا؟ لأن الإنسان كلما يقترب من الفطرة كلما يقترب من الصحة ومن التوازن النفسي ومن الرضا عن الله ومن الرضا بالله ومن الرضا بوضع القدر ومن تحقيق دين الله. يعني يقول إنه ننفث على أنفسنا بعض الشيء في ضنك الحياة هذه. لا أحرم، أنا لا أحرم، أنا طالما هي تتزين لزوجها أنا لا أحرم. لكن لو درست علم الفارماكولوجي وعلم الأدوية وعلمت تركيب هذه المواد لخافت منها وخافت على صحتها. مولانا الجليل، كيف نربي النشء وننشئه على الحياء؟ عندما يكون عندي حياء أساسا كأب، سوف تستحي ابنتي كما أستحي، وسوف يستحي ابني يكون عنده حياء، لن يرفع صوته علي لأنه لن يراني وأنا أرفع صوتي على أبي ولا أمي ولا من في مقامهم. عندما يجدني أقبل يد العالم ورأسه سوف يصنع حاجة مع بقية العلماء. عندما يراني أحترم عمه كبير السن سوف يحترم هو. والشخصية والاستقلالية، الشخصية والاستقلالية بالأدب وبالحب وليس سبحان الله. يعني عمر بن الخطاب هذا الذي كان درة عمر كانت أهيب من سيف الحجاج، الرجل يدخل عليه على أربع وأولاده يركبون ظهره وهو يدور بهم في البيت، أليس هذا من ضمن التحبب والتودد في البيوت؟ سبحان الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقطع صلاته أو يعني أو يخفف من صلاته سبحان الله، وينزل من على المنبر ويأخذه من لما رآه يتعثران في ثوبيهما سبحان الله. قال كاد ابني أن أتعثر فأدركتني ما أدرك الأباء من الرحمة. يا أخي سبحان الإسلام، لن نصلح إلا بديننا ولن نصلح دنيانا إلا بديننا. أما كل الذي يحدث هذا شيء، نسأل الله أن يوقظنا من غفلتنا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، شكرا لك على هذا اللقاء وهذا وقت أسئلة المشاهدين. وسامحني فيما عكستك فيه من أسئلة، فهي أسئلة تتردد على لسان الشارع المسلم والإخوة المشاهدين. وأنا أحب هذا الحوار وأحب هذا وبعدين شهادتي لك قد يعني لا يكون لها مقام لأنها شهادة محب. بارك الله فيك، أحبك الله ورضا حبيبتني فيه. مشاهدينا الكرام، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وأول اتصالات هاتفية من السعودية، الأخ عبدو الجعفري. السلام عليكم أخ عبدو. السلام عليكم وبركاته. مرحبا بك، تفضل. جزاكم الله بالخير. بارك الله فيك. حيك وحي الضيف الشيخ عمر عبد الكافي. الله أهلا وسهلا على هذا الموضوع الطيب. الله يبارك. أنا عندي ثلاث نقاط أود من الشيخ أن يعرج عليها باختصار. تفضل. النقطة الأولى، عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 50 صلاة وأصبح يتردد بين الله وبين موسى، وفي آخر مرة قال إني استحييت من ربي، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يقول الله تعالى في سورة القصص فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. النقطة الثالثة، عندما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل هل على المرأة من غسل، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء، عندما قالت إن الله لا يستحي من الحق، فقالت لها أم سلمة فضحت النساء يا امرأة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها تسأل عن دينها وليس في هذا حياء. النقطة الأخيرة، هل المرأة هي التي تبتعد عن الحياء بما تفعله من أمور بنفسها عندما تستعرض القنوات وغيرها، أم أن أهل القنوات هم الذين يجعلون سلعة؟ وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك، شكرا لك. الأخ محمد من السعودية، ألو السلام عليكم. ألو أخ محمد. ألو، حاول الاتصال بنا مرة ثانية. الأخت أم أحمد، السلام عليكم. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا عايزة أعرض. تفضل أعرض. عايزة أعرض مشكلة بنتي، إن أنا دايما بنصحها بالحجاب لكن للأسف هي ما بتسمعش الكلام، وأنا حاسة من جوايا بغضب عليها. ودايما نصيحتي ليها بتذهب بعرض الحائط. كم سنة عند بنتك أخت أم أحمد؟ 15 سنة. 15. طيب بارك الله فيك. طيب. شكرا لك. شكرا. الله يبارك فيك. الأخ هشام من السعودية. حسام. ألو.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك الدكتور حسام من السعودية. مرحبا دكتور حسام، اتفضل. أهلا بحسام، حسام السيد. حسام. دكتور حسام مرحبا بك. أهلا بحضرتك. بارك الله فيك دكتور حسام. والله حضرتك أنا عايز أوجه كلمة للعالم عالمنا الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. استحياء الحاكم من الرعية، الاستحياء ده مش موجود، مش حاسين بيه اليومين دول في الفترة دي، وإحنا في شد الحاجة إن الحاكم يستحي من الله في رعيته، وقبل يستحي من الله في رعيته يستحي الله أولا وأخيرا، وإحنا شايفين قد يعني إيه الحالة الإسلامية المتردية الناتجة عن عدم استحياء الحاكم. يعني يا أخ حسام هذا يعني هذا حكمك أنت، وهذا فيه نظر يعني استحياء الحاكم، يعني هذا هذا حكمك، ونحن في هذا البرنامج يعني يعرض ما يشاء. نعم دعه يعرض ما يشاء. مسألة استحياء هذا هو أصدر حكم حضرتك، ونحن نفق على هو يسأل فيه. نعم طيب، يعني وصلتنا رسالتك دكتور حسام، بارك الله فيك. اتصل هاتفي آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتح الله لكم وليس عليكم. الله كمان. عندي مداخلة يا شيخ وعندي سؤال. مرحبا أخي فراس، تفضل. الله يسلمك. في أريد قصة نذكرها في أحد الدكاترة في جامعة النجاح. نعم. كنت أتابعه دائما أنه ما رفع عينيه أبدا على قاعة الطلاب لأن فيها طالبات، فكان غاضا لبصره. وقال يوما لهؤلاء الطالبات، قال لهن يوما: هل تأتون هنا لأزواجكم في الجامعة؟ فأنا لا أعرف أن الزوجة إلا تضع الأحمر الشفاه إلا لأزواجهن، فهل أن تأتون لأزواجكم هنا؟ في المحاضرة الثانية ولله الحمد أكثر البنات تمردا جاءت محجبة، ما شاء الله، فكما لامست ولله ولطوله المثل الأعلى، كما لامست دعوة الرسول قلب أعتى العتاة في قريش قبل إسلامه عمر بن الخطاب، أصابت هذه الفتاة دعوة الشيخ. أما سؤالي يا شيخ، ذهاب السيدات إلى دكاترة إلى أطباء، ما رأيك فيه؟ وأريد جوابك يا شيخ. بارك الله. شكرا يا شيخ. طيب بارك الله فيك. الأخت هبة من القاهرة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. دكتور عمر بكافي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحلقة جميلة جدا طبعا. بارك الله. جزاكم الله خيرا عليها. بارك الله. أنا بس بسأل سؤال، بس أحيانا مش أقدر أقوله يعني، فأرجو بس رقم هاتف الدكتور عمر عبد الكافي. الآن الأخ خضر عبد المطلب يكتبه على الشاشة إن شاء الله. أيوة. الآن يكتبه الأخ خضر بأمر الله على الشاشة. حضر يا أختي إن شاء الله سيظهر على الشاشة الآن رقم الشيخ عمر عبد الكافي، سيظهر لك على الشاشة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أخي تفضل. شيخ، بالنسبة في بعض عادات بعض المجتمعات أنه من الحياة عندهم أنه الشخص إذا هو متزوج بنت شخص آخر ما يأكل معها مائدة، ما يدخل بيت هو فيه، وكذلك من بعض العادات أنه العرب فيما بينهم يعني ما يتصافحون، هل هذا من الحياة المذموم أو الممدوح؟ كذلك حديث بالنسبة في عادات بعض المجتمعات أنه من الحياة عندهم أنه الشخص إذا هو متزوج بنت شخص آخر ما يأكل معها مائدة، ما يدخل بيت هو فيه، وكذلك من بعض العادات أنه العرب فيما بينهم يعني ما يتصافحون، هل هذا من الحياة المذموم أو الممدوح؟ كذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي الشخص اللي مر على أخوه وهو يعظ أخاه في الحياة، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: دعوة بين الحياة والإيمان، ما هي الأشياء التي كان يقولها له الأخ؟ بارك الله فيك. السؤال الأول لا يأكل مع حمام. مع حمام من باب العرف العرف عنده. نعم. نجيب على بعض هذه الأسئلة. تفضل. الأخ عبدو جعفري من السعودية يتحدث عن في مراجع النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال في آخر الحديث في مسألة تخفيف الصلاة: إن استحييت من ربي. نعم نعم. هو يرد التصدق. هذا حياء رسول الله، كان خلقه الحياء. نعم. وصلنا. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. مسألة في سورة القصص، فجاءت إحداهما تناولناها في الشرع. نعم. المرأة التي تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن كيفية الغسل. نعم. والرسول قال: ليس في
لا مش ليس في هذا يعني لها ان تسال مثل هذه الاسئله لا حرج في هذا حياء ليس في ليس يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم يريد من الامه ان تسال علماءها عما يعني لهم من مسائل يعني ليس المقصود ليس في الدين حياء ليس المقصود هذا ليس لا. يعني مقصود أنا ليس في السؤال عن كيفية مثل هذه الأمور تطهر لا ليس في هذا تعدي لمسألة الحياء نعم يعني المرأة التي تشاهد القنوات الفضائية والله يا ربنا شوف لا شوف هو نحن يجب أن نحجم هذه القنوات بألا نروج لها بأعيننا وأيدينا يعني لا نفتحها ولا نشاهدها يعني كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين أنا ما دي عمنا أنا حطيت شيء على الشاشة وضعت لك والعياذ بالله سم في هذا اشرب تشرب لا ماشي خلاص انتهى الموضوع يعني فينا نحن ولا نتناقل أخبارهم ولا نهتم بهم ولا ننظر إليهم من نظرة الإكبار والإعزاز ولا ننشر هذه طلقت وهذا تزوج وهذا أنجب وهذا وضع حلقا في 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 أنفي والآخر وضع مش عارف في رأسه عندما نعمي على المسألة تنتهي المسألة طيب شوف أحيوا الحق بذكره وأميتوا الباطل بتركه أحيوا الحق بذكره وأميتوا الباطل بتركه بتركه الأخت أم أحمد يعني بنتها عندها 15 عاما وتنصح بالحجاب ولا تستجيب وهي غاضبة منها لا إن شاء الله لا تغضب بإذن الله إن شاء الله ابنتنا بإذن الله سوف يصبح الصباح إن شاء الله وهي محجبة هذه بإذن الله نأمل هذا بإذن الله هي ومثيلاتها لأن يعني عظمة البنت المسلمة وهي أم المستقبل وهي الزهرة التي يجب أن نراعيها ونخاف عليها إن شاء الله أنا عندي أمل كبير في هذه البنت الصالحة وغيرها كثيرات إن شاء الله أن يلتزمنا بأمر الله لأنه ليس مرضاة للأم فقط لا هي أولا وأخيرا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه البنت أيضا أن تبتعد عن مثيلاتها من الرافضات للحجاب المتمردات وعلى أمها أختنا الفاضلة أن تراعي أن هذه البنت في هذه الحالة متمردة لأن غالبا البنت في هذه السن مقطبة الجبين في أبيها في وجه أمها في وجه أخواتها لا هي بالطفلة الصغيرة التي تدلل ولا هي بالمرأة الكبيرة العاقلة التي تناقش فهذه السن يجب أن نراعيها وإن شاء الله أنا عندي أمل كبير بأن تحجب البنت هذه إن شاء الله بإذن الله. يعني هنالك من يحتج بقوله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله قل من حرم زينة الله لكن في داخل حدود أوامر الله ونواهيه يعني إذا بلغت المرأة لا يجب أن يظهر من جسدها إلا الوجه والكفين يا دكتور حسام من السعودية لا نود أن نغفلها ولكن مسألة استحياء الحكام من الرعية والله إحنا جميعنا يجب أن نستحمل ليس الأمر هنا للحاكم والمحكوم الإسلام نزل لعمر بن الخطاب ولمعاذ بن جبل نزل لعلي بن أبي طالب وللرعية نزل لم ينزل الإسلام لطائفة دون طائفة كلنا يجب أن نستحي ونود أن يرزق الحكام ببطانة صالحة تدعوهم إلى الخير يعني إن شاء الله ونحن يجب أيضا أن ندعو لهم بالخير لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم من قال هذا أحد العلماء قال هذا لو كان لي دعوة مستجابة لماذا بصلاحي تصلح الأمة صحيح لما دعوة ما الذي يكسبه الناس من الدعاء على الحكام يقول ربنا في الحديث القدسي يدعو عليهم بشكل كبير يعني. اسمع بس طب. أنا ملك الملوك هكذا يقول ربنا أنا ملك الملوك ومالك الملك قلوب الملوك كلهم بيدي إن أطاعني عبادي حولت إليهم قلوب ملوكهم بالرأفة والرحمة وإن عصاني عبادي حولت عليهم قلوب ملوكهم بالقسوة والنقمة فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك واشغلوا أنفسكم بدعاء ملك الملوك يكفكم ملوككم يا سلام يا سلام ولكن كنت اعترض على الاخ على الدكتور حسام انه اصدر حكما يعني وفي اصدار الاحكام يقول وجهه نظر وهي محترمه عندنا لا أيضاً طبعا بالقطع نشكره على هذه لأن عظمه الاسلام ما ممكن الاسلام الا بحريه الراي يعني لو رايتم في اعوجاجا قال والله يا لو رايناك في اعوجاجا لقومناه قال الحمد لله الذي جعل في امه محمد من يقوم عمر بسيف انتهت المساله نعم واجلسوا واستمعوا سعد قال لا جلوس على استماع لماذا يا ابا عبد الله؟ قال لانك رجل طويل من اين جئت بهذا الثوب؟ كل واحد اخذ ثوب انت رجل طويل انت اطول واحد فينا عمر بن الخطاب من جئت؟ قال اين عبد الله بن عمر؟ اجب عمك اجب وقف عبد الله قال نزلت يعني تركت ثوبي فوصل ثوبه قال اذا نجلس ونستمع
سبحان الله. وانتهت المسألة. ولم لم يرد في قلبت كتب السير إياك أن عمر وجه لسعد ملامة أنه يحرجه أمام الناس وصديقه أبدا. يا أخي هؤلاء الناس يعني ملائكة يمشون مطمئنين في الأرض. سبحان الله. بارك الله فيكم. الأخ فراس من الشارقة قلت فتح الله لكم يعني خصصناها أخي فراس. بارك الله فيه أكرمه الله. القول عام ما لم يخصص. فالقرآن الكريم استخدم الفعل بشرة للبشرة بالخير ولكنه قيده مع العذاب فبشرهم بعذاب أليم بالتقريع فخصصناه بالضبط. شكرا على هذه المداعبة والمداخلة اللغوية. كان سؤاله يقول أنه ذهب بعض النساء الأطباء الرجال. يعني الأول القضية أساسا أن إحنا بناتنا يعني من ضمن الأعمال التي يجب أن تعمل فيها المرأة ويبيحها الإسلام التطبيب التمريض والطب. نعم. المصيبة نأتي لبناتنا تخصصنا في أمراض النساء والأولاد تقول لا، وإن تخصصت إحداهن أنفت النساء منهن تقول لا أذهب لطبيبة لتقتل الولد في بطني لدي فاشلة. سبحان الله. فنحن يجب أن نشجع بناتنا على هذا التخصص هذا أمر. فإذا لم تجد المرأة المسلمة طبيبة قريبة منها ويجد أن الأمر ضرورة لأن تذهب إلى طبيب رجل يتقي الله مسلم فهذه من باب الضرورات. نعم. بارك الله فيك. أخت هبة يعني لعلك كتبت رقم الشيخ تتواصل معي يخرجه الآن الدميل خضر عبد المطلب على الشاشة هو مكتوب على الشاشة الآن. هذا هو رقم الدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عمر عبد الكافي. هناك مكالمة آخر مكالمة كان يقول لا يأكل مع حماه من يعني هو في بيئة معينة أو يعني في عرف عند بعض الأسر أو القبائل أو الأعراف أنه لا يأكل مع حماه ولا يجلس معه. يعني هذه أعراف يعني يجب أن تبلى لأن يجب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يأكل مع علي رضي الله عنه وكان يأكل مع عثمان وهكذا كان ودودا صلى الله عليه وسلم. هذه يعني عادات يجب أن تزول إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم. كان يقول يود التسليط على حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على شخص كان يعظ أخوه بالحياة. يعني ماذا كان يقول؟ يعني هو يكلمه في كيف يكون الحياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسب القضية قال دعه إن الحياء من الإيمان. يعني هو أساسا نمي عنده قضية الإيمان أولا. يعني هذا كلام أقوله للأم التي اعترضت ابنته على الحجاب. لا توجهي كلامك للبنت عن الحجاب فقط، وجهها للدين. خليها تحب الدين، تحب الله، تحب رسول الله، تحب العلم، تحب أهل العلم، تحجب تسير على الطريق. نحن ضد الأوامر، إحنا كبارنا ضد الأوامر. يعني أمرنا رب العباد بالصبر فجزعنا، لو أمرنا بالجزع لصبرنا. صحيح. نحن ضد الأوامر. صح. نعم. صح. الأخ أبو محمد من السعودية. ألو السلام عليكم. ألو. 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 ألو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول كلام طال عمرك. يقولون بأن الشمس تشرق في الصباح والقمر في الليل وأنا أراهما سويا. أكرمكم الله. بارك الله. جزاك الله خيرا. عزكم الله أخ محمد على هذا الإطراء. الله يجزيك بالخير يا شيخنا. عندي والدتي تقول بأن أختي عندما قدمت للزواج تعجبوا بعض الناس منها ويقولون من أين هذه الإبنة، فكانت بناتنا تخشى الخروج حتى على النساء، حتى على النساء كانوا يخشون الخروج. فماذا أصابنا يا شيخ؟ نعم يا الله. والسؤال يا شيخ أبي كلمة توجه لمن يدخلون المساجد وهم لا يستحون وهم يحملون في الجوالات النغمات والموسيقى وقد عجزنا والله يا شيخ من هذا الأمر، فأرجو منكم وسعادتكم أن توجهوا كلمة لعل الله أن يهدي بها. وأشهد الله وملائكته أني أحبكم وفي الله وجزاكم الله خير. أحبك الله ولا ذهبتنا في أخي محمد. نكأت الجرح يا رجل يا طيب والله. تسليط الضوء بمناسبة على هذه القضية. أولا يعني ليس من الحياة في كثير الأمر وقليله أن أدخل عند رجل مسؤول أغلق الجوال وأنا داخل بالأمر. إذا دخلت عند مسؤول إن لم يسحب منك الجوال يعني يعني خشية أن تكون تسجل للرجل أو غيره. صحيح. سبحان الله. يعني أليس صاحب البيت رب العباد خالق السماوات والأرض ألا يستحي منه؟ ونغلق هذه الهواتف ونحن داخلين إلى يعني سبحان الله كنا من سنوات قليلة نستطيع العيش دون جوال. وأسوأ من هذا من ضمن نفس المنظر الطائفون حول الكعبة
وهو يتحدث في الجوال ويشوش على باب الجوار حول الكعبة. حول الكعبة ويقول أنا في الشوط الثاني وأنا سبحان الله العظيم يا أخي. هذا كيف يخشع هذا؟ لا لا يخشع الجوارح. لا لا أخشع. لا 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 لا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث في لحيته في الصلاة. يعبث في لحيته. قال لو خشع هذا لخشع الجوارح. فما بال بمن يتكلم. سبحان الله. يا أخي ليس من باب الأدب. نعم. أثار قضية طيبة نتناولها بعد هذا الاتصال. في أخ زياد من الشارقة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك. نحيي قناة الشارقة الفضائية القناة الحيية ونحيي الشيخ عمر عبد الكافي جزاه الله خيرا والأستاذ محمد خالد. الله يبارك فيك. سؤالنا هل الإحسان هو مرتبة من مراتب الحياة الحياء أم أنه الحياء بذاته؟ الإحسان. الإحسان بارك الله فيك. ولنا قضية صغيرة طرحها الأخ من السعودية بالنسبة للجوال. هل نستطيع من خلال المسؤولين الطلب من دائرة الاتصالات بجعل المساجد مناطق خارج نطاق التغطية؟ جميل. وجزاكم الله خير. وجزاكم بارك الله فيك. هذا يجوز؟ يجوز منطقة. طبعا يجوز. يجوز هذا. والله لعله يصل طيب. المسؤولين نعم الآن. زي استوديوهات الإذاعة والتلفزيون يعني عندما يعني لا تستطيع أن تتصل منها غالبا لأنها يعني لا يضاف فيها التقوية. لطبيعة الجدران والأبواب وأجهزة الإرسال. والله يعني يجب أن نوقر مساجدنا أكثر من أي أماكن أخرى لأنه بيت الله. ليس يعني هارون الرشيد لما أقسم أن زوجته تكون طالق اللي باتت في ملكه الليلة وملك هارون الرشيد يعني لا تستطيع أن تخرج زوجته ولا بعد شهرين. نعم. سبحان الله. فأفتى العلماء أن زوجته طالق معلقة. الطلاق معلق على شرط عند بعض الفقهاء يقع بالنية. طبعا معلق على شرط. فلما جاء بالسؤال لأبي حنيفة قال زوجة أمير المؤمنين تبيت في المسجد لأنه ملك الله وليس ملك أمير المؤمنين. يا سلام. القضية. يا سلام. فكيف نعز يعني لا لا لا, لا يعظم يعني شعائر الله ومساجد الله إلا إنسان وضع الله التقوى في قلبه. فبارك الله في أخونا في أخينا زياد في هذا الطرح يعني. وشكر الله على هذا الطرح. يقول هل الإحسان من الحياء أم إحسان ثمرة من ثمرات الحياء؟ نعم. نعم. لماذا؟ لأن الإحسان وإن كان شجر وإن كان شجرة فأنا أعبد الله كأني أراه فإن لم أكن أراه فإنه يراني. هذا قمة الحياء. فأستحي منه. يعني ما شاء الله على هذه المداخلة يعني هذا 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 من المريدين النجباء ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله منه أكثر من أمثاله يعني. ما شاء الله. بارك الله. شيخنا للحياء درجات. طبعا. ما هي؟ أولا يعني كما قلنا أنه أنواع. نعم. هناك درجات للحياء. الإنسان يعني في حياء المعية. في معية عامة وفي معية خاصة. نعم. يعني المعية العامة الله عز وجل يعني ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. وهذه معية عامة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة. إن الله مع الصابرين. هذه معية خاصة. نعم. فلما إذا أردت يعني أن أصل إلى تلك المعية يجب أن أستحي من الله حياء الصابر. لماذا؟ لأن المبتلي هو الله. فلما أستحي من المبتلي لأنه أنعم علي بمئة نعمة واختبرني اختبارا صغيرا فأستحي منه صبرا فأصير في معيته. تخيل إنسان مبتلى وفي معية المبتلي ماذا يصنع المبتلي مع المبتلى؟ يا سلام. خيرا. طيب إذا كنت أريد أن الله عز وجل يطرد عني الشياطين أستحي من الله حياء المتقي. إن الذين اتقوا إذا مساهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المتقي أهل التقوى يأتيهم الشيطان ولكن لا يأتيهم إيه؟ قال إذا مساهم طائف من الشيطان مش إذا احتلهم الشيطان إذا تملكهم الشيطان لا مسهم طائف. الطائف هو الشيء الذي يمر سريعا. لا. ومسهم ما تملكهم تذكروا. ماذا تذكروا؟ تذكروا حياءهم من الله. تذكروا فضل الله عليهم. تذكروا آلاء الله. لولا أن رأى برهان ربه يستحي. يستحي. فلما يأتي هذا الحياء هذا حياء
حياء المعية، هذا درجة من الدرجات. وبعدين حيائي أيضا من الملكين، مش ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب ألا أستحي منهما؟ أستحي يعني سبحان الله، ربما أتعبنا ملك الحسنات وأتعبنا ملك السيئات، يكتب 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 سبحان الله. هذا يجب أن يكون حياة سبحان الله. يا أستحي من هو في عمر أبي، إذا وجدت إنسان كبير سن يريد عبور الشارع سريعا أخذ يدي أحمل عنه سبحان الله. هذا نوع من الحياء. حياء الولد من أبيه يجب أن لا يرفع صوته عليه، لا يناديه باسمه، لا يجلس إلا إذا جلس الأب. حياء البنت من أمها أدبا وتواضعا سبحان الله. لماذا لا الآن لا يعود الأبناء مرة أخرى إلى تقبيل يد الأب والأم ورأسيهما عند الخروج وعند الدخول؟ هذا باب الرضا. حتى لو كان الأب غاضب يرضى، يقول ما شاء الله الولد صار مطيعا، ما شاء الله أنا ظلمته، البنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يتغاضى حتى يكون عن للولد والبنت رصيد. نعم سبحان الله. هذا من باب الحياة. أن تستحي الزوجة من زوجها، تستشعر أنه رأس البيت، أنه عمود الخيمة، أنه أساس القضية. هو أيضا يستحي من أهلها الكرماء، أهلها أصحاب الفضل، أكرموه بوردة ناصعة، بوردة ناضرة، بشيء طيب، حتى وإن كان يعني ابتلوه واختبروه يعني، فيقول ربما هي بابه إلى الجنة، مين عارف. صحيح. يمكن يشكرهم يوم القيامة، جزاكم الله خير، ما أدخلني الجنة إلا أن صيرتني يعني أيوب مثلا. هذه هي درجات من درجات الحياة. بارك الله فيك فضل الشيخ، ونحتاج إلى دعاء نختتم به هذه الحلقة. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، اللهم أكرمنا ولا تهنا، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين، ولأبنائنا الزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، أمن مجتمعاتنا وبلادنا يا رب العالمين. من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. مشاهدينا الكرام، أشكر حضراتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفي الجليل فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي الداعي الإسلامي الكبير. شكرا لفضيلتكم على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، حتى يحين موعدنا في الأسبوع القادم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولغيرهم مني البراء والأمن.